مرحبا بكم الناس الكل، اليوم الحلقة الثانية من سلسلة الفطور الصباح وإلا للفطور العودة المدرسية للصغيرات. هوني باش نعملوا مادلين، عملت لكم المرة فاتت مادلين في القوالب المادلين الصغيرة، وتو باش نعملوا مادلين للي ما عندوش القوالب الصغيرة هذيك، أما بطريقة مختلفة على الأخرى. لهنا عندي 200 غرام فارينة، 200 غرام فارينة ما يعادل سبع مغارف كبار هكا فارينة، سبع مغارف كبار هكا مليانين فارينة، 200 غرام فارينة، 150 غرام ولا 150 مليلتر زيت، 150 غرام سكر، قد الزيت قد السكر، أو كمثلا كيس غير ربع أنا سكر وكيس غير ربع زيت قد. عندي ثلث كيس ولا مش ما نقولوش ربع كيس، اكثر من ربع كيس بشويه حليب ما يعادل 8 مغارف حليب. عندي شطر باكو خميره ما يعادل 7 غرامات 8 غرامات. عندي سكر فاني وقشور البرتقال ورشه الملح وحامض السيتريك هذايا اللي باش نحط من وراه شاشه صغيره هكايا اللي مع كل محسن الكيك، يعمل كي محسن الكيك ويصبر لي الكيك ما يعطيش مطعم كندي. ما فماش مش لازم راه تنجموا تعوضوه بعصرة قارص والا زيست نتاع كعبة قارص وشويه كربونات اكها هذيك هي الحكايه. نجي نحط النواشف مع بعضهم. عندي الخميره، نخلطوا الخميره والفارينه، ناخذ العجينه نتاعي والا بالوحده الركاضه اليدويه راهو ما مش لازم. نسيت العظم الهلالي هو اساس الوصفه. ثلاثه كعبات عظم، ثلاثه بيضات، بسم الله. ثلاثه بيضات صغار كيما البيض اللي عندي والا زوز بيضات كبار، ونحط رشه الملح، ملح هوني ما عندي ما يملحش راهو ما تبعونيش، حطوا اقل نتوما، والسكر الفاني والزيست ولا قشور البرتقال المجفف. وهوني باش نحط الملح الليمون كيف نهز بزوز صوابع شويه بركة هكا ها، ونحط نركضهم باش ما نقصش عليكم من بعد الحديث، باش نركض العظام نطوى ومن بعد نحط السكر وبعد نحط الزيت وبعد نحط الحليب وبعد الفارينه النواشف يعني. هوني ها هاكا بياض معانا العظام، طوى باش نحطوا الزيت ومن بعد الحليب. هنا نجي نهبط لجناب، هكا هاو وكمل معنا الكب كيك جوست باش نحطوه ولا المادلين. وطوى عندي القالب نتاع الكب كيك، انا حطيتهم وبنتي قلعتهم راه. انا انت علاش قلعتهم امان؟ استخيت مش استخيت هاتيتهم مش نلعب بيهم هكا وقت ما نعمل هكا ما يصيرش يا طفله ما يصيرش هذا. وطاوة باش ناخذ الوحده نتاع الكلاص هذايا وباش نعبي بيه في قوالب الكب كيك كلاص هي ولا بالمغرفه عادي. هذه شو ولا شنو شنو هي شنو هذوما؟ الفور نتاعي يشعل على 180 درجة من قبيلة من قبل ما بديت نحضر في لي زانغغيديون، ونحطهم طاوة في الفور نشوفو قداش يقعدوا، تقريبا 20 دقيقة حاجة هكايا، ونشوف نخرجوهم. وهذو ما هما الكب كيك نتاعنا طابو كي العادة، كيما قلت لكم الفور نتاعي شطر يطيب وشطر لي. ها هما نخليوهم يبردوا، نجبدوهم الساعة ونخليوهم يبردوا. بسم الله هكا في الرمق الأخير
سينو 18 دقيقة إذا فوركم صغير كيما فوري وبالكرة 18 دقيقة تياب ومن فوق دقيقة تشعل عليهم شي حمار ومن لوطة كها بشي حمار ومن فوق باش ما يتحرقوش من لوطة ولا يحمروا أكثر من اللازم نورمالمون سافا. هاكي ريتو الشيرة هادي ناقصة وباقية وهادي أكثر منهم. انا مستنسة بالسيليكون كي يبدا القالب بالسيليكون راهو ياخذ اكثر وقت من الحديد هكا. هو الكب كيك نتاعنا مش الكب كيك انا ديما نغلط المادلين مادلين وصفه المادلين هذي تاو نشوفوا مع بعضنا كعبه مادلين من داخل بسم الله بعد ما بردت شويه مش بردت بردت ما بردت شويه هذايا كيما المدلين اللي يبيعوه في الشارع قبل لك اللي تبدا الوحده نتاعو القالب نتاعو يبدا هكا اللي فيه مشرف هكا كنت تفكروه ها هيا بسم الله ها هيك من داخل الوصفه خفيفه وريحتها بنينه ها هيك بسم الله نتمنى تجربوها عسيلوا الوصفة وإن شاء الله تعجبكم تنجموا تحطوا فيها المعجون في الوسط نجموا تقصوها على اثنين وتعملوا فيها المعجون من بعد ولا تزينوها من فوق كما تحبوا انتوما الكعبة باش نكملها وانا مازلت واقفة وهذه وصفتنا كانت لليوم إن شاء الله تجربوها وإن شاء الله تعجبكم وفي حلقة أخرى وصفة أخرى إن شاء الله بسلامة